الله صل على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لو سجل حتى خلاص. أنا قلت لكم إن الكلمة أنجلك مولدنا الاسم والفعل والحرف. وهذه الكلمة قالت إن الاسم يتميز عن الفعل وعن الحرف بخمس علامات: بالجر والتنوين والنداء والآل والإسناد. الجر كتبت به قلمي، دخلت في المسجد. والتنوين أقول هذا قلم، ونداء يا نوح، والآل القلم، والإسناد زي حرف الأستاذ. وأما الفعل قلنا يتميز بكم علامة؟ بداية التأنيس أقول قادت، فإذا قلت يا المقارنة قولي، من التنفيذ لا أقولن أصدق. الحرف ما مش علامة، والحرف ما ليس له إيه؟ علامة، فقس على قولي من علامة. نأتي بعد ذلك إلى هذا الفعل. الفعل عندما تزوج أنشأ الولد، أنشأ المال ومضارب الأمر. هل هم فاهمون؟ أجد المرض. فاحنا سألنا الفعل نريد أن نميز بين أولادك الثلاثة. المرض كان مضارع يكتب في الأمر اكتب. فسألنا الفعل المرض ما هو؟ قال ما دل على حدث فيما مضى. مضارع للأمانة علشان يفهم. قال الماضي أولادك الماضي يدل على المرض، دل على المرض. لكن ممكن المرض يدل على المستقبل. ازاي ده يحصل؟ ازاي المال يقول عن المستقبل؟ يعني لو ان اخانا هذا اراد ان يبيع سيارته او يزوج ابنته، بيضع يده في يد العريس صح ولا لا؟ يقول له زوجتك ابنتي، طب هو ليس تزوج العريس؟ يبقى لا، زوجتك بين الفضل والعقوق والنكاح هي مال بس تدل على ايه؟ على المستقبل. يقول له زوجتك واسمك وزوجتك عليها، صح كده؟ وفي الافعال اللي تدخل على راس الجلاله تدل على المال والمضارع والامر، يعني جميع الازمنه. وكان ربك قديرا، ما تقوليش كان في المال وما حتى لم تكن المال، بس ده معنى ايه؟ كل الازمنه. وكان يعني ولا يزال. تفهمت حضرتك؟ لكن ممكن ابو كان محمد ناجح، كان زمانك كان مش ناجح، فهمت؟ لكن وكان ربك قديرا، كان ولا يزال. يبقى زمن المال فيه كم زمن؟ ما تقولش عليه؟ في زمن الغاية فيه يدل على المرض، كتب، شرب، صلى، قام، الأفعال تدل على المرض. وفي أفعال ماضية زمان عن المستقبل. إذا ربطنا النكاح، بعت ولد، وأقول مثلا بعت ولد، زوجتك وبعتك وكذا. وأما الداخلة على رب الجلالة، وكان ربك قديرا، وكان الله غفورا، هي تشمل جميع الأزمنة. كيف نعرف الفعل الماضي؟ إذا قام تأنيس زي كاتبت، أظن دي علامة. أقول لك شرب اللي في المرض إيه اللي عبره؟ تقول أصل ممكن أدخل عليها تاني، أقول كتب في الناس الدرس. المضارع يقتل ده، يقتل دم، لم يكتب. شوف حضرتك لما تدخل دم وتكتب الكلام مستقيم تعرف إن ده مضارع. يكتب تقول لم يكتب، يذاكر تقول لم يذاكر، حضرتك حاجة سهلة. لو أنت حبيت تجيب علامة ده هنا وهنا مش هتلاقي الكلام مستقيم أبدا. يعني لا تستطيع أن تقول لم كتب، ولا تستطيع أن تقول لم تقول مش هتصلح. الامر ده اسهل من الاثنين. يعني امر من اعلى الادنى، يا ولد اكتب، ذاكر، افهم، هذا الامر يدل على طلب. يعني انا بقول شيء وممكن ايضا يكون مخاطر، اقول اكتبي، ذاكري، افهمي. بعد ما عرفنا المال والمضارع والامر سالنا الفعل اولادك الثلاثه هل يصلهم الاعراب ولا لا؟ قال انت اولا عارف يعني ايه المعرض؟ قلت له لا. طب يعني عارف ايه المبني؟ قلت له لا. انا هفهمك الاول يعني ايه المعرض يعني ايه المبني. الاعراب تغيير اخر الكلمه، الكلمه لازم تتغير. شوف قال داغن، اشتريت قال انا، كتبت بقال امين. وقلت لك انت في القران محمد رسول الله، اشترى عليه مرتين في الاذان، اشهد ان محمدا، اللهم صل على محمد. فالكلمة إذا تماشت هذا تسمى إيه؟ مضارعا مغيرا. يعني إذا ثبت على حالة واحدة تسمى إيه؟ مبنية. يعني زي حلوة مبنية، الحلوة دي معناها كانت من أسبوع من شهر مثلا مش اسمها مبنية، تبقى اسمها مبنية. لكن الكلمة إذا تغيرت تسمى إيه مبنية؟ فتأمل الفعل أولادك الثلاثة يدخلوا الإعراب والبناء.
قال انا هلاك المعنى دائما مبني دائما ايه يعني مبني يعني مبني كسر وانا مره مثلت قلت احوال بناني ثلاثه بتشكيل حزب قلت استاذنا عندما بنى عمارته قال له ابن الباشمهندس محمد قال له انا عايز الشقه التحتيه اللي فيها ثلاث غرف غرفه كلها ابيض والغرفه كلها اخضر والغرفه كلها مبنيه فنقول قال تمام عليك يا ابني ما تبلاش الفتحه قال يا ربنا هيتصل بها تلسين برمجه عن الفتح فقلنا قالت اتصل بها تلسين برمجه عن الفتح هذه الاحضار من اهي عن الفتح ايه دليلنا على السكون لما اقول قلت شوف يا حبيبي قلت قلت قالت الامام ممنع السكون لان عشان تصل بها الفاعل قلنا سمعنا اتصل بنا الفاعلين عباره مع السكون النسوه قلنا يقولون على السكون في ثلاث احوال اذا اتصل بنا الفاعل او نقول ما الفاعلين او النسوه يمنع اقرب حاجه واحده بس الرجال قالوا قالوا انت لست محتاج الى هذه الله انت نفسك من اللفظ نفسه ممكن تميز او شوف يا ابني بشر نزل له كده شاربا با بمعنى الفتح خلاص سهل بالفعل مع الرفع انا هقول لك يعني ايه مبني تقول يعني الفتحه ما تتغيرش كده في الاخر يعني صح كده؟ لما شارب تو بمعنى السكون الرجال شارب بمعنى عظام قصدي سهل ولا صعب؟ نفس كده ضامي الامر يا اولاد لما يكون صحيح صحيح يعني الحرف الاخير ليس من حروف العلم وحروف العلم ثلاثة ألف وأو يا لما أقول له اكتب ده بمعنى السكون يا بني أقم شوف أقم الصلاة وأمر وأخبر كل كوان بمعنى السكون لكن لو اديت فعل أهو حق علم اسعى وصلي وامشي ومثلا وادعو إلى الخير شوف اسعى ما تقوليش مبني على الفتح لا ده اصلها اسعى فحذفنا الالف واللي يدل على محذوف الفتحه الفتحه تدل على ان الذي يحرك هو الالف والكثره تدل على ان فيها محذوف زي ما تكتب يسر وصلي على النبي لو بدات كده تقول انت ما كنتش عارف حاجه تكتب كده صلي لا تكتب كسر تقول ده فعل امر مبني على حرف حرف العله اللي هو الياء أقول ادعو إلى سيد ربي انظر في المصحف هتلاقيها العين عليها ضم تقول ده فعل أمر مبني على حال وحرف فعل اللي هو الواو اللي يدل على الواو الضم واللي يدل على الكسرة واللي يدل على ألف الفتح نأتي بعد ذلك إلى إيه يا ولادي؟ نعم المضارع المضارع أنا عايز أفهمك يعني إيه ليس من المضارع أقول أحمد ضرع أيمن معنى ضرع يعني شابه ده في لغة العرب فلان ضرع فلان يعني شابهه فهمت ولا لا؟ وانا كنت مثلت تمثيل بسيط كده قلت مثلا عندنا اللي بيلعب كوره حسام ابراهيم صح يا جدع؟ فهمت ولا لا؟ حسام ابراهيم بينهما شبه نفسي ايه الشبه النفسي؟ ان ده تمام نفس الشكل يعني مش كده برضه؟ وده هو في شبه وظيفي اللي بيسموه شبه معنوي انه بيلعب كوره واحد الكلام ده صح؟ ولا سهل؟ لما كلمة يعرف ولد ضارب ده اسم وده فعل صح ولا لا؟ مش انا قلت ان الفعل ده اخوه ايه ولا لا؟ يبقى المضارع ده مش من عنده اسم صحيح ولا لا؟ فيضرب زي ضارب ايه الشبه بينهم؟ اسمع كده الياء يا يا ادي حرف عن المدح وسكون حركه وسكون طيب ضارب حركه وسكون حركه وسكون صح ولا لا؟ ما تردوا عليا انتوا هتعرفوا هو السبب هو السبب اللي اهل العلماء سموه مضارع سموه ايه مضارع؟ لانه ضارع من عمه اسم ضارع ولا زي شبه لا زي لغه سعيد بن سمسم يعني فهمتوا ولا لا؟ شبه بعضهم ده بيسموه شبه لفظ يعني شبه بعضهم بالضبط اي مضارع مش باسم الفاعل تماما يشرب زي شاب يكتب زي كان في القران الكريم وان قال ربك للملائكه اني جاعل اهجاع زي ادم
شبه نفسه. عارفين شبه نفسه يعني؟ ولا غير شبه نفسه؟ طيب في شبه معنوي. ايه شبه معنوي؟ لما تقول لي الاستاذ يشرب يعني ايه دلوقتي؟ زي ما تقول دلوقتي الحال سوف يشرب زي ما تقول يبقى مطلقة محزنة الحال او ايه؟ طيب بعض اسم الفاعل الاستاذ شارب الماء الان الاستاذ شارب ماء غدا يبقى بعض اسم الفاعل له ايه؟ ده افتكروا حكايه حسام ابراهيم وسام ابراهيم بينما شبه لفظ يعني شبه بعضهم وشبه معناه نفس الوظيفه بيعرف هذا الواحد السبب ده يا اولاد هو اللي جعل المضارع يعرف هو اللي خرج وتميز عن اخوانه المرء المبني والاب الابني الوحيد اللي يعرف هو مين؟ وسبب الاعراب انه اشبه ابن عم الاسم ما معنى يعرف ان شكل اخيه يا اولاد يتغير قال له ده في الدرس المدرس يكتب ذا كان مبارك أكبر قطر لم يكتب منصوب بالفتح لأنه كلمة دي وين سين لم يكتب منصوب بإيه وين الكلمة بلاش في آخرها ولا ده المعرب ولا كويس يبقى يعرف إذا لم يتصل بأخيه لا بنسبة ولا بتوكيل لو جبت نفس الكلمة دي وأدخلتها على النسبة أقول الفتيات يكتبنا شوف يكتبنا يكتبنا اعرف ده فاعل المضارع مبني حسب كليا عشان طلع كلمه اسم لو جينا نقول تركيب العاليه شبه فتحه كده والله يكتبنا شوف اكتب باء يبقى ده مبني عن فتح اتصال اثنين التوكيل لو قرات مثلا في سوره من سور القران سيدنا ابراهيم يقول ايه؟ تالله لاكيدن اصنامه مش في القران واكيد وكذا شوف واكيد ده على رغم ده انها مرض لكن اكيد دوله تكون ده على فتح عشان تصل بين التوكيل هتكون التوكيل اللي عليها شبه وفتح لو تصل بين النسوه اللي اتفقنا عليه الفتيات يكتبن يقرأن يرحمن يلعبن والوالدات يرضعن والمطلقات يتربصن هل لما تصل بين التوكيل عليه على الفتح ما على هاتين الحالتين والله يعني شكل اخيه يتغير. هل انتم فاهمون؟ والله اعلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. لا انتم صلوا يسلم قبل ان نصلي المغرب. تفضل لو جبت عليك وعلى سيدنا محمد. نقرا بس الجزء اللي شرحه الدكتور. قال المصنف باب الاعراب الاعراب هو تغير اواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخله عليها لفظا او تقديرا. وأقول الشارح الإعراب له معنيان أحدهما لغوي والآخر اصطلاحي أما معناه في اللغة فهو الإظهار والإبانة تقول أعرضت عما في نفسي إذا أبنته وأظهرته وأما معناه في الاصطلاح فهو ما ذكره المؤلف بقول تغيير أواخر الكلم والمقصود من تغيير أواخر الكلم تغيير أحوال أواخر الكلم ما قرأه مستمر الآن قال ابن المعرب له معنى في اللغة وله معنى في الاصطلاح معنى في اللغة إبانة ويتعرض عما في نفسه يعني أبان أقصى عما في نفسه إن كنت تقول كل يوم ما بيعرفش الناس هو اللي عنده فهمتكم في طويلة يعني كل يوم فلان ده اللي أعلنه على لسانه مش كده ولا يعني معرض ده اسمه معرض اللي تقول ما بيعرفش حد اسمه مبني أما معنى الاصطلاح تغيير أواخر الكلمة يعني آخر الكلمة لازم يتغير وإحنا طبعا نستنى أمثلة عديدة وكثيرة منها قول الله سبحانه محمد رسول الله في الأذان أشهد أن محمدا في التحيات اللهم صل على محمد فالكلمة إذا تغيرت شكل أخير لا يسمى ما فضل الإسلام وتغيير أحوال أواخر الكلمة عبارة عن تحولها من الرفع إلى النصب أو الجر حقيقة أو حكما مثلا في الحقيقة أمثلة حضر محمد ورأيت محمدا سلمت على محمد حضر محمد رأيت محمدا سلمت على محمد سلمت على محمد ده تغيير حقيقي تغيير حقيقي واضح للكل في تغيير حكم
يعني واحد مصطفى ده غيره ولا ايه؟ ايه مش ايه؟ من بعيدها بالنطقة ايه؟ مصطفى انت بتفتح بقى كده؟ يبقى ده اسمه ده؟ ايه؟ واحد اسمها هدى برضه فلما اتحضرت هدى رأيت هدى سلمت على هدى طبعا لا في ضمة ولا فتحة ولا كسر بس مقدرة يبقى تقييد وتقدير حكم يعني يبقى في تغيير ظاهر دائما يعني الناس كلها وفي تغيير مقدر تغيير مقدر اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم اذا عرفت بسم الله الرحمن الرحيم ولا نعم يا بدر يعني مثلا كلمة مصطفى ينفع اقول حضر مصطفى اقول مثلا انت مش هتقول لي ماذا؟ يبقى انا رايت مصطفى ها؟ سلمت على مصطفى ايه؟ فهو اسم متغير استغل حكم حكم تقدير تقدير يعني واما التقدير فهو ما يمنع من التلفظ به مانع من تعرض او استثقال او المناسبه تقول يدعو الفتى والقاضي وغلامي فيدعو مرفوع لتجرده من الناصب والجزم والفتى مرفوع لكونه فاعلا والقاضي وغلامي مرفوعان لانه لا نفس الكلام على الفاعل المصطفى نعم ولكن الضمه لم تظهر في اواخر هذه الكلمات لتعذرها في الفتى وانتقالها في يدعو وفي القاضي ولاجل مناسبه يدعو يتكلم في غلامي طيب التقديم على هذا التوضيح عن جانب نعم تمام الكلام شرحه يقول لكن سبق يعني سبق في وسط الاخوات بالفعل الماضي ليه مفيش فعل ماضي ما نعرفش حتى كنت قاعدة من أول كنت جالسة من أول الموضوع ولا لا مش في أولادك إحنا قلنا في حاجة اسمها تنوين عوض عن حرف نعم مش كده؟ ما هو ليه اسمه ماضي ماضي أي اسم آخره آخره ولا لا فحالة الرفع أو الجر تعمل كده كنت بتكسر جدا فعل ماضي ضم يوم أنه في إيه؟ دائماً قائم مش كده؟ اخذ ما انت قاضي اخذ ما انت قاضي اصلا قاضي ده انت نفس التنوين عوض عن حرف حذفت الياء جيت مكانها التنوين فهل نصطرها الياء ما تحتاجش ولا حاجه ولا تبقى تنوع الحاجه شو يا ربنا يسمى داع الياء صعب حال نصطر فحال الرفع والجر تحذف الياء وناتي بالتنوين الوقت اللي سألت فهمت ولا جاوبت تماما؟ ما فهمتش؟ ما انا بشرح لك ايه؟ علشان هنا مضمونه ف الوقت اللي سألت فهمت؟ يعني كيف بنعمل؟ فهم ماضي لكن فهم ماضي ده تنوين اول عن حرف يعني حذفت الحرف وانا كده بالتنوين بالنسبه لقرا استاذنا الان قلنا اللي اراد الاعراب يا ولاد انتوا عارفين الاعراب ولا لا؟ ما هو المعرض يعني ايه؟ ثلاثة مستثنى بثلاث كلمات أتى بالفتى وأتى بالقاضي وغلامي وأتى بالغلام ويمشي كفعل ويدعو يا رب من تعالى ويدعو يلا خليها تكسر إذا كنت على ذنبك صلى الله عليه وسلم أنا قلت يا ولادي في إعراب ظاهر يعني محمد ظلم ده إعراب ظاهر ولا لا؟ لكن ده إعراب مقدر أقول الفتى المشهد الفتى صح كده؟ يبقى هنا ظاهر مقدر لكن هنا ظاهر ظاهر هل أنتم فاهمون؟ أي اسم ينتهي بألف هو أحمد إياه اسمه يا ولادي؟ خلاص من مقصود لا هي ترسم لا لكن ده بنية ألف العبرة دي ولا شوف فتى لما يقول قاضي تفهمت ولا لا؟ وزاد السعوديين كانوا اصلا مننا يا بعضهم حاجات مكتوبين عشان يعرفوا ان دي ايه؟ يا لكن ما ينفعش حاجات تحفظ انت عارف ان دي ايه؟ الف صح؟ يعني واحد اسمه سامي واحد مصطفى سامي يحط تحتها نقطتين عشان يعرفوا ان دي ايه؟ لكن مصطفى ما يحطش عليها عشان يعرفوا ان دي الف هل انتم فاهمون؟ الاستاذ يقول فيه اعراب ظاهر واعراب مقدر. الاعراب الظاهر زي قلم كتاب كتابا كتاب اعراب ظاهر وجود. المقدر تقدر عليه الحركات الثلاث الضمه والفتحه والكسر. وهو الاسم الذي انتهى بألف.
يسمى في اللغة العربية باسم محصور، معنى محصور يعني محبوس. قال الله سبحانه حر محصورات يعني محبوسات، الحائط المحبوس. فلا يمكن ان تظهر يا فتح ظهرت ولا مش قادر، يا ظهر ظهرت ولا مش قادر. لا بس انا اقول ان هذا هارون موسى هارون عيسى هارون ما فيش ابدا. هل انت فاهمون؟ يبقى الضمه والفتحه والكسره مقدره، الفتى مرفوع ضمه مقدره، راي الفتى منصوب فتحه مقدره، سلمت على الفتحه مجهول، سلمت على الفتى مجهول بكسره ايه؟ مقدره. منع من الرؤيه بقى استحاله. اما اسم الاخ يا جماعه زي قاضي سامي داعي، ده اسمه اخر ايه يا ولاد؟ مسمى منقوص، مسمى ايه حبايبي؟ منقوص. ليه سموه منقوص؟ ما نفسه عندي ضمه وعندي كسره وعندي فتحه، صح كده؟ الفتحه الوحيده اللي تظهر، لكن الضمه والكسره ما تظهرش. هل سمعتم احد قال حضر قاضي؟ هل سمعتم احد قال سلمت على قاضي؟ يبقى الكسره والضمه لا يظهران، عشان كده سموه منقوص. سموه منقوص النقصان بعض الحركات، يديرها ايه بس؟ فتح. رايت قاضيا يا قوانا اجيب داعي الله. يبقى تقدر الضمه وتقدر الكسر. حضر قاضي، حضر فعل ماضي، قاضي او الفاعل المرفوع وضمه مقدره. ومضر ايه؟ بس هنا منع مقوله الثقه، يعني ثقيل على الانسان ما ينفعش اقول قاضي يوم. اما هنا حبايبي غلام، ايه تطلب الغلام دي؟ انا في ايه دلوقتي؟ قلام الميم عليه ايه؟ شوف اللي هيحصل دلوقتي. تمام قلامي ساعة ما تيجي بيها دي سلامتها الضمة تمشي ولازم الحرف القبلها يكسر. الياء دايما ما تأتيش الا اذا كسر ما قبلها. هل انتم فاهمون؟ كتاب او كتابي، قلم قلمي، ولد ولدي. فأي اسم تظهر به ياء متكلم تقدر عليه الحركات. ليه؟ تقدر عليه الضمة والفتحة والكسر للمناسبة. يعني ايه المناسبة؟ لمناسبة الياء. أقول هذا قلم، هذا مبتدأ. قال آمن، أقول خبر أرفع الضمة، لأن قال لي مرفوع وضمة مقدرة على الحرف اللي هو قبل الياء. معنى مرفوع الضمة هي دي انشغال الحرف، انشغال الحرف يعني مشغول، والمشغول لا يشغل. مشغول بالياء. فدول الضمه معلش احنا مشغولين بيه معلش سامحينا يعني. فدول اللي قالوا استنى ده بيسموه اغرار مقدر. اي اسم اخر الف الحركات ما بقاش عليه. اي اسم اخر ياء زي سامي وباء القاضي ما بقاش الضمه والكسر. اي اسم من اخر ياء متكلم زي كتابي وقلمي ومسجدي برضه ما تقدرش عليه الحركه، تقدر عليه الحركات يعني. بس ده اللي قالوا استنى يعني. اما بالنسبه لكلمه يدعو في بعض يكتب وكلمه يدعو وكلمه يرمي. يكتب ده فعل مضارع وده برضه فعل مضارع، صح ولا لا؟ يكتب فعل مضارع بس مرفوع ضمه ظاهره ولا مقدره؟ طب يدعو مقدره بالخشب يدعو نور دي معقول كده؟ لا. يبقى يرمي يو يبقى ده مرفوع ضمه ايه؟ رحمه الله. مرفوع ضمه يدعو مقدره. مرفوع ضمه ايه؟ وده ان شاء الله سوف ياتي يعني ان شاء الله فيما بعد نقسم الفعل الى صحيح ولا معتل. علشان بس نخاف بس على طيب البناء فضل ويقابل الاعراب البناء ويرتبط كل واحد منهما تمام الاتضاع بسبب بيان الاخر وقد ترك المؤلف بيان البناء ونحن نبينه لك على الطريقه التي بينا بها الاعراب فنقول للبناء معنيان احدهما لغوي والاخر اصطلاحي. فأما معناه في اللغة فهو عبارة عن وضع شيء على شيء على جهة يراد بها السقوط واللزوم. وأقول لك أنا لما تثبت أنت دايما تضع طوبة على طوبة عشان إيه؟ تثبت. هذا سقوط في اللغة يعني. وأما معناه في الاصطلاح فهو لزوم آخر الكلمة حالة واحدة لغير عامل ولا اعتلال. يعني الكلمة إذا ثبتت على حالة واحدة تسمى بمنزلة، سواء كان اسم أو فعل. ودي شرحنا ده بالتفصيل. صح يا ولا لا؟ شرحنا بالتفصيل فقط. وذلك كلزوم كم ومن السكون. يعني كم كم تكلم على سكون. من خدوا بالكم من غير من. من ليس استفهام. من من مبني على السكون. كم مبني على السكون. لازم مبني على السكون فقط. وكلزوم هؤلاء وحدان وامان.
حذاري تحتاج كسر، امسي تحتاج كسر، الكلمه ما تغيرش. لا يصح ان اقول امسون او امسى او هؤلاء، لا يصح، فدي اسماء مبنيه على الكسر. وكلزوم منذ وحيث الضمه، يعني حيث قال الله عز وجل حيث امركم الناس، من حيث مش كده؟ هذا من عمان لما قال ما لا يمكن ابدا من غير الضمه، حيث ثم افيد من حيث ثم افيد من حيث وقال الناس حيث، وزي ما من حيث الله سبحانه وتعالى عجيب ده من حق جاب، مش كده؟ انا معناه ان حيث ما تغيرش ابدا. وكلزوم اين وكيف الفتح؟ أكيد أين أين لازم استفهام، أين تسكن؟ هل سمعت بعض قال أين أو أين؟ يعني وفي أسماء، في أسماء مبنية على الفتح، في أسماء مبنية على الضم، في أسماء مبنية على الكسر، في أسماء مبنية على السكون، لا تتغير. يعني كيف كم كم كتاب القراءة اسم استفهام مبنى على السكون، كم أين تسكن مبنى على الفتح؟ هؤلاء رجال، هؤلاء مبنية على الكسر. يعني اذا ده اللي عرفه استاذنا بقى عايز يقول لي ده انا كله بشرحه على فكره مش كده ولا لا؟ شرحنا انواع الرقم ونقف على انواع الاعراب واقسامه اربعه، رفع ونصب وخفض وجزم. ان شاء الله ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع ومن عين لا تمنع، نعوذ بك من هؤلاء الاربعه. اللهم ارزقنا قبل الموت توبه، وارزقنا عند الموت شهاده، وارزقنا بعد الموت جنه ونعيما. اللهم ارزقنا الاخلاص في القول والعمل. اللهم ارزقنا الاخلاص في القول والعمل. ربنا اثر علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله.